أسباب تأخر الدورة الشهرية عند المرأة المتزوجة. أول سبب معروف وهو أكثر سبب شائع هو الحمل، فلما بتتأخر الدورة من 5 إلى 10 أيام بتبقى الست أصلا عارفة يا إما هي حامل يا إما مش عارفة، فبتيجي تقول الدورة متأخرة لمدة 10 أيام. فبنعمل نسبة تحليل البيتا اس تي جي أو الهرمون المخصوص الخاص بالحمل في الدم، لو طلع موجب بتبقى الست حامل وبنقول لها مبروك، لو طلع سالب فبندور على أسباب خارجية ليس لها أي علاقة بالمرأة. يعني لو لا قدر الله مامتها توفت الشهر ده، لو متخانقة مع جوزها وطالبة الطلاق هتلاقي إن الدورة اتأخرت. ده طبيعة في المرأة، لازم نحطها في بالنا قبل ما نندفع ونعمل تحاليل تمنها باهظ ومش هتفيد الست بأي شيء في الآخر. بعد كده لو بنشوف لو في ورم على المبيض أو كيس على المبيض، لو في أي حاجة بتمنع عضوية تمنع الدورة من إنها تيجي، ففي الحالة دي إحنا بنشوف بنخش بقى في عدة تحاليل ونشوف إيه الأسباب.